عندنا مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه؟ كيلو من اللحمة المفرومة، عندنا بصلاية كبيرة مفرومة، معلقتين كبار من البقسماط المطحون، رشة من البهارات السبعة، وملح وفلفل اسود. دي مقادير الكفتة، كفتة عادية جدا هتتعجن بطريقة بسيطة جدا. البشاميل عندنا هنحتاج له لتر من الحليب، 5 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من سمنة الهانم، ومعلقتين كبار من الجبنة الكريمي، مكعب مرقة، وملح وفلفل اسود. ودي مقادير البشاميل. الوش هنحتاج له 2 كوباية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر، والتسوية كمان هنحتاج 0.5 كيلو كده من البطاطس متقطعة شرايح رفيعة خالص. وتعالوا بينا يلا نبدأ ونشتغل. عندنا اللحمة وعندنا البصل زي ما قلنا، بصلة مفرومة كده، عندنا كمان ملح وفلفل اسود، ومعلقتين 3 كده من البقسماط المطحون، وكمان رشة من البهارات السبعة. ويلا بينا. في مشكلة في ده، طب نشيل ده. بسم الله. نجيب الملح والفلفل ونبدأ. يلا هحط فلفل اسود على قد كمية اللحمة، الملح كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدي البقسماط، البهارات، بهارات السبعة، وأدي البصلة المفرومة، وكمان اللحمة المفرومة. ويلا بينا نعجن الكلام ده كله مع بعضه عجنة كويسة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه نعجنه كويس قوي مع بعض كل المكونات علشان تتجانس كده مع بعضها. بتيجوا بينا بقى بعد ما عجننا الكفته عجنه كويسه جدا نبدا نكورها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كل ما البصله تبقى انعم هتبقى افضل كتير ما تكون خشنه، كل ما فرمتيها انعم هتبقى احسن كتير. البقسماط اللي احنا حطيناه هيخلي الكفته متماسكه في ايديكي، حتى لو كان فيها نسبه سوائل ولا حاجه هتلاقي البقسماط امتصها وهتديكي نتيجه هايله جدا جدا. عشان كده كمان لو احتاجتي انك تضيفي كمان معلقه او 2 من البقسماط مفيش مشكله خالص، ضيفيهم. اهم حاجه يبقى قوام الكفته معاكي متماسك بالشكل ده عشان تقدري تشكليها براحتك، وكمان ما تتفتفتش اثناء التحمير. يلا بينا بقى. انا شكلت شويه، هاخد بقى 2 معالق كده من سمنه الهانم هحطها في طاسه على النار عشان ابدا احمر الكفته اللي احنا شكلناها دي. لا ده بعدين نبقى نلبس غيره. يلا بينا. ادي السمنه بتاعتنا، سمنه الهانم الجديده بطعم وريحه الزبده الصفراء، هناخد منها 2 معالق حلوين كده علشان نبدأ نحمر كور الكفتة اللي احنا كورناها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا شكلنا الكفتة، حمرنا منها جزء، وادي بقيتها عشان نحمره. احنا كده تمام جدا. يلا بينا بقى هجيب طبق اطلع عليه الكفته اللي احمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي انزل بقيه الكفته. حمرنا الكفته خلاص بعد ما عجنناها عجنه كويسه كده، وهبتدي اعمل بقى صوص البشاميل. هاخد كده 2 معالق حلوين من سمنه الهانم علشان نعمل البشاميل بتاعنا. بسم الله زي الفل. ونجيب الدقيق علشان نقلبه مع السمنة على النار. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده احنا عملنا الدقيق مع سمنة الهانم، شوحناهم تشويحة حلوة، قلبناهم على النار، الدقيق بقى لونه فاتح. هبدأ دلوقتي اعمل ايه؟ هبدأ اضيف الحليب. تمام، ونجيب كده المضرب في ايدينا، والحليب معانا هنحط تلت على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا بقى الحليب معانا بدرجة حرارة المطبخ، هحط تلته بس وابتدي اقلب على النار. واول ما احس ان القوام ابتدى يتقل على طول اضيف تلت تاني من الحليب. زي ما انتم شايفين كده قوام البشاميل كريمي خالص بالشكل ده. على طول اول ما بلاقي القوام بيتقل بضيف بقيه الحليب. ادي البشاميل على النار، هبدا اضيف له مكعب مرقه واتبله بملح وفلفل. يبقى انا حطيت ملح على قد الكفته وهحط ملح على قد البشاميل. هحضر بقى الطاجن، متهيألي ده اغوط كده علشان نعرف نحط البشاميل براحتنا. معانا زي ما قلنا بطاطس حوالي نص كيلو، ده طبعا الكميه اللي تناسبك او حابه تعمليها. اهم حاجه السمك بتاعها بصوا قد ايه، يعني اتخن من الشيبسي حاجه بسيطه، وده علشان تستوي معانا بسرعه في البشاميل، تشرب من البشاميل كده وتستوي يبقى طعمها لذيذ معانا. كده البشاميل على النار هيبتدي يغلي، وكل ما هيبتدي يغلي هتلاقيه بقى تقل واخد معانا القوام المطلوب. ادي البشاميل بتاعنا. تمام، احط شويه كده، ملاحظين ان هو خفيف سنه عشان يسوي معايا البطاطس. كده هرص بقى البطاطس الحلوه دي في الارضيه، زي ما قلنا شرايح رفيعه خالص خالص عشان تستوي معانا في صوص البشاميل وتطلع بقى طعمها حكايه. هقفل بس الطاجن بتاعنا علشان وقتنا يخش الفرن كده ويستوي معانا. يلا بينا، ادي البطاطس، وفاكرين طبعا الكفته اللي احنا حمرناها هنوزعها فوق البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل اي صوص، كل ده طعم اللحمه هينزل يديها طعم حلو قوي. يبقى احنا حطينا شويه من البشاميل، شويه وبعدين البطاطس وبعدين الكفته، وادي بقيه صوص البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم، تنسوش ان احنا تبلنا البشاميل بالملح والفلفل وحطينا كمان جبنه كريمي عليه. الكفته عندنا مستويه نص سوا، هتخش بقى في الكلام ده كله 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 يستوي مع بعضه وياخد من طعم بعض في الفرن. ولما الكلام ده كله يستوي كده ونتاكد خلاص ان هو تمام، بنخرجه ونحط له شويه جبن على الوش وندخله الجبنه تسيح ونطلعه على التقديم على طول. يلا بينا، عرف الوسطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعة، هتكون كده تمام. نخرجها نحط لها الجبن وندخلها تاني.